زينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. لا صار لي سنه ونص انا طالع من بيتي وما عشت ولا جو عيد. برا بيتي ما عشت ولا جو عيد، ما عشت ولا عيد برا بيتي. بس طلع واحد برا بيته ما له لا عيد ولا له شيء. نحن نفسنا نشوف، نطلع المقبرة نشوف شهدائنا، نزور شهدائنا، نزور أمواتنا، ما عم نحسن. ونحن تشردنا كل واحد في دير. يلا بدك تروح تعيد بدك تبرم لك شيء نهارين لتوصل، هذا بإدلب وهذا بسرمدة وهذا هون وهذا. نحن جينا هون عمارة صرنا باركين، بس بقى العيلة تشردت. يعني كل أخ، نحن 10 أخوي كل واحد في بلد. سابقا كنا نجتمع عند كبير إلنا وندور نعمل جولة ومعايدة على الأرحام على الأقارب على الأصدقاء. حاليا بسبب الأوضاع اللي عدت تشتتت العالم، مثل ما ذكرنا صار قسم كبير من كل عيلة متشتت في أكثر من دولة. ومثل ما قلنا كمان الوضع الاقتصادي والمعيشي ألقى بوضعه صعوبته على كاهل الناس يا أخي، فصار في صعوبة. والصلاة والعبادة لابد منها، وأنه نفرح كمان لابد منه، بس بقى ما فيها البهجة، ما فيها البهجة مثل السابق. كانت الإنسان الناس أول إلى حد ما مرتاحة عايشة، بس بقى بظل هالضرب والقصف والدمار والتقتيل اللي صار فينا، صار في كل بيت فيه جرح، كل بيت فيه مصاب أليم. فالله يكون في عون العباد يا أخوي.